ثم قال رحمه الله: كتاب القضاء والفتية. القضاء مصدر من أفتى. القضاء لغة كتاب القضاء كذا عندكم والفتية؟ كتاب القضاء هذا من الشارع كذا صحيح. قال رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه. قال الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وشرعا تبيين الحكم الشرعي واللزام به وفصل الخصومات. قال: وهو فرض كفاية. فرض كفاية على الإمام الأعظم كالإمامة. فرض كفاية على المسلمين أن ينصبوا إماما كذلك الجهاد ونحوهما. قال: فينصب الإمام بكل هنا ما صرح بالحكم الصحيح أنه واجب يعني كما في المنتهى يقول على الإمام والإقناع قال يجب على الإمام الأعظم بكل إقليم قاضيا ينصب في كل إقليم. الإقليم هو القطعة من الأرض والأقاليم يقولون سبعة أقاليم: الهند والحجاز ومصر وبابل في العراق والشام وبلاد الترك وبلاد الصين. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم من هذه الأقاليم قاضيا واحدا، هذه مشقة. قال: ويختار أيضا هنا مبهم الحكم الصحيح أنه وجوبا وعلى الإمام أن يختار أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وشروط صحة ولاية القضاء: أولا تكون من إمام أو نائبه، وإلى اليوم ولاية القضاء تكون من الإمام الملك إلى اليوم، أن تكون من إمام أو نائبه. ثانيا أن يعرف المولي القضاء كون المولى على صفة يصلح القضاء. الشرط الثالث في شروط صحة ولاية القضاء: المشافهة للمولى إن كان حاضرا يقول وليتك الحكم، أو مكاتبته في البعد مع الإشهاد على ذلك، مع الإشهاد على ذلك في المشافهة وفي الكتاب. قال: وتفيد ولاية حكم عام. إذا ولى الحاكم أو الإمام شيء قاضيا ويعني ولاية عامة، يعني لا تتقيد ولا تختص بحالة دون حالة، ما الذي تفيد هذه الولاية؟ ولاه القضاء وسكن. تفيد، ذكر المؤلف أربعة أمور فقط والله هي كثيرة جدا. قال: فصل الخصومات، هذا الأمر الأول، يفصل بين المتخاصمين، وأخذ الحق ودفعه هذا الثاني، ودفعه إلى ربه الثالث، والنظر في مال اليتيم والمجنون السفيه والغائب أيضا. الرابع النظر في الأوقاف، والنظر في قال في وقف عمله. العمل مراد به كما قال الشيخ عثمان النجدي: ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها. العمل مثل الأحساء مثلا، عمل ينظر في الأوقاف التي في الأحساء ليجري على شرطه وغير ذلك من المصالح الكثيرة جدا لا يتسع الوقت ذكرها. قال: ويجوز أن يوليه، يجوز الإمام يوليه عموم النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني لا يخصص له قضايا معينة، ينظر في كل القضايا، في الجنايات، في الأنكحة، في المعاملات، عموم النظر في عموم العمل، يقضي في كل مكان في بلاد المسلمين في عموم العمل. والعمل كما ذكرنا ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها كما قال الشيخ النجدي، وخاصا في أحدهما أو فيهما. يجوز أن يوليه خاصا في أحدهما، يعني خاصا في أحدهما في النظر. يقول: أنت قاضي في الأنكحة فقط، في عموم العمل في كل مكان تقضي في الأنكحة فقط. وهذا الآن موجود لكن لم يطبق بشكل فعلي، وإلا كان حتى في السابق عمر رضي الله كان يولي قاضي للجند قاضي الأنكحة، حتى عمر رضي الله كان يفصل. أما الآن القاضي في المحاكم
يفصل في المعاملات والجنايات والطلاق والأحوال الشخصية. هذا طبعا مجهد للقاضي. يجوز أن يولي خاصا في أحدهما أو يوليه في أحدهما، ينظر في جميع القضايا في بلد معين، في الأحساء، في الرياض، في الدمام، أو فيهما خاصا فيهما. أنت يا فلان تنظر في الأنكحة في الأحساء فقط، هذا خاصا في النظر وخاصا في المكان، أو خاصا فيهما. وشرط في القاضي 10 صفات. الأولى والثانية قال كونه قاضي بالغا عاقلا. الثالث ذكرا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. الرابع حرا مسلما. السادس عدلا، فلا تقبل، لا يجوز تولية الفاسق. السابع سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. الثامن بصيرا، لا عمل يعرف مدعي مدعى عليه. التاسع متكلما، أخرس لا يجوز لأنه لا يمكن أن ينطق بالحكم. قال مجتهدا، مجتهدا، مجتهد، مجتهد هو الذي يعرف الكتاب والسنة والحقيقة، مجتهد يعني يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة مباشرة، ويعرف اللغة ويعرف الأحاديث والأسانيد. قال ولو في مذهب إمامه، ولو كان مجتهدا في المذهب فقط. فيجوز كونه مجتهدا في مذهب إمامه للضرورة، لا يفترض من يشتغل يعني مجتهد في جميع المذاهب، ولو كان في مذهب إمامه. هذا هو المذهب، وطبعا هذا الواقع ليس موجود، لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المذهب ولا مقلد. في الإفصاح يقول والرعاية أو مقلدا، ولو كان هذا القاضي مقلدا، حتى المقلد غير موجود، مقلد مذهب معين. يقول في الإنصاف قلت وعليه العمل من مدة طويلة أن الذي يتولى القضاء مقلد، وإلا يقول تعطلت أحكام الناس. يقول في الإقناع زاد في الإقناع، وكذا المفتي يشترط أن يكون مجتهد أو مجتهد في مذهبه أو مقلد، على الأقل يكون مقلد في مذهب المذاهب. ثم قال فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه وتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به. شيخ الإسلام رحمه الله هذا الذي يعني نعمل به أرحم من المذهب، قال شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، تعتبر حسب الإمكان، ويجب يقول تولية الأمثل في الأمثل. قال رحمه الله وعلى هذا يدل كلام الإمام، الإمام أحمد وغيره، فيولى للعدم، يقول ما يوجد مجتمع هكذا كله، لا يوجد مقلد، لا يوجد مجتهد. يقول يولى العدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. قال الحجاوي نقلا عن ابن مفلح في الفروع قال وهو كما قال، وهو كما قال. قال الشيخ منصور في كشاف القناع وإلا يعني لم نعمل بقول شيخ الإسلام أتعطلت الأحكام واختل النظام، أتعطل الآن يعني قد يقول قال ما في شخص يصلح القضاء، كيف طيب من أين نخرج؟ أو ما في شخص يصلح للإمام، لعابين ما يواظبون على الصلاة، ما في شخص يصلح للأذان. طيب هذا المجتمع كله هكذا، من أين نأتي؟ أو مثلا ما في شخص يصلح للقضاء، لابد أن تخرج قضاء من نفس المجتمع مثل ما قال شيخ الإسلام حسب الإمكان. هذه شروط 10 إن توفرت، وإلا يعني من توفرت فيه أكثر هذه الشروط يولى وإلا. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح القضاء بأن اتصف بما تقدم الشروط السابقة نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاضي في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، أو نائبه، ولكل من الاثنين الرجوع عن تحكيم هذا الشخص قبل شروعه في الحكم، وأما بعد شروعه في الحكم فليس لأحدهما أن يرجع، حتى قبل أن يتم الحكم ليس لأحدهما أن يرجع. ثم ذكر بعض آداب القاضي، قال وسن كونه قويا بلا عنف، قويا بلا عنف، لا يكون عنيفا، قوي لكن لا يكون عنيفا، لينا بلا ضعف،
ليلة، لا يكون ضعيف جدا، أيضا يكون حليما. الحلم بالكسر هي الأناة والصفح. يقول في المطلع: فالحليم الذي لا يستفز غضب ولا يستخف جهل جاهل ولا عصيان عاص. قال فطنا، الفطنة كما قال المطلع والفهم، يقول فطنة ذا فطنة تيقظ لئلا يخدع من بعض الخصوم. أيضا يشترط الإنسان أن يكون عفيفا، يعني كافا نفسه عن الحرام. ثم ذكر آداب واجبة قالوا عليه: العدل بين المتحاكمين في لفظه، في كلامه لهما، لا يكلم شخص أكثر الآخر، وفي لحظه، في نظره إليهما، يعني لا ينظر إلى أحدهما أكثر من نظر إلى الآخر، لا بد أن يعدل. وفي مجلسه يدخلون معا، في مجلسه أمامه، يجلسهم أمامه، لا يجلس أحد خلف الآخر، لا أمامه، كلاهما في صف واحد. ودخول عليه يعني أن يدخل معا. ويستثنى من ذلك المسلم على الكافر، يقولون أن المسلم يقدم على الكافر. أيضا استثنى السلام، لو سلم أحدهما يجوز أن يرد عليه قبل أن يسلم الآخر. قال: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. غضبان كثير، من غضب الذي ليس كثيرا؟ الرسول قال: لا يقضي قاضي وهو غضبان، أو حاق، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حال مزعج. حتى لو يعني ألزم القضاء وهو في هذه الأحوال، يجوز له أن يترك القضية ولا يقضي فيها، يحرم عليه أن يفعل ذلك. قال رحمه الله: وقبول رشوة تثيث الراء، رشوة يحرم أن يقبل الرشاوي، وهو ما يعطى بعد طلبه لها كما قاله في الإقناع، ويحرم بذله من الراشي. قال: وهدية، الهدية هي الدفع إليه ابتداء من غير طلب كما في الإقناع، من غير استثناء، هذا استثناء، من غير من كان يهاديه قبل ولايته، ولا حكومة له في الحال التي لم تكن له حكم. شخص يهاديه وكان بينه وبينه علاقة، ويهاديه قبل أن يتولى القضاء، وأهداه بعد أن تولى القضاء، وليس هناك خصومة ينظر فيها له، فيجوز أن يقبلها، ثم قال: ولا ينفذ حكمه، بل لا يجوز، لا ينفذ الحكم الوضعي، ولا يجوز على عدوه. إذا كان الخصم عدو فلا تنظر، ما يجوز أن ينظر فيها في قضيته القاضي. وسيأتي ما هو ضابط العداوة كما في الشهادات. ولا لنفسه، لا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. وهم من الذي لا تقبل شهادته؟ كالأصول والفروع والزوجة. قالوا: من استعداه على خصم في البلد. الاستعداء هو طلب الخصم من القاضي أن يحضر خصمه، أن يطلب خصم من القاضي أن يحضر خصمه على خصم في البلد بما تتبع الهمة، يعني في شيء تتبعه الهمة لازم القاضي إحضاره. أما ما لا تتبعه الهمة فلا يلزم القاضي، يعني في أشياء تافهة يستعدي على يطلب إحضاره ب10 ريالات مثلا محكمة، هذا تتبعه الهمة، عليك. لا يلزم القاضي أن يحضره. قال: يستثنى ذلك إلا غير برزة، غير المرأة البرزة التي لا تبرز الناس. البرزة هي المرأة التي تبرز قضاء حوائجها. المرأة التي لا تبرز لا يلزم القاضي أن يحضرها، ويلزمه حينئذ قال أن توكل، فتوكل كالمريض أيضا. لو استعداه على خصم مريض فيما تتبعه الهمة والمدعى عليه مريض، لا يلزمه أن يأتي إلى مجلس القاضي، ويلزمه أن يوكل ونحوه من له عذر. وإن وجبت يمين على غير البرزة أو على هذا المريض، أرسل من يحلفها، يعني يجب على القاضي أن يرسل من يحلف المريض.